3 ألبومز. الثلاثة دول كانوا مع شركة واحدة وللأسف الشركة قفلت. ما كانتش محسن جابر ها؟ لا انا مع باش مهندس نجيب ساويرس وهو اللي كان تبنانا كنا مجموعة كده حبيب وعسيلي وبشرة بالظبط وواما. وبعد كده قرر انه يقفل الشركة. لما قرر يقفل الشركة حياتنا كلها تهدد اتدمرت. لانه كان وقت الثوره وقبلها كمان كان حصل شويه مشاكل انتاجيه. فقرر انه يقفل الشركه. فقررت كل واحد يعتمد على نفسه. اللي مثل بقى؟ لا انا حاولت ان انا اكمل في الغنى شويه. تعرف الموضوع كمان مكلف جدا جدا. ان انت تعمل البوم او ان انت تصور كليب او انت تعمل حاجه، الحاجات دي مكلفه. فحاولت يعني ان انا اعمل حاجات سنجلز شويه. وبعدها تمثيل بقى. وليتي مين احلى بقى بصراحه؟ ايه السؤال ده يا امير؟ يعني بجد السؤال ده ايه القريب من قلبك؟ يعني السؤال ده هيخسرني كده. لا عايز اقول لك حاجه، لما حد يقول لي لا ما انا برضه بجد لما حد يقول لي بتمثل يعني بتحب التمثيل ولا تقديم برامج؟ اقول لهم لا انا مش مذيع ولا مقدم برامج، انا راجل ممثل بيعمل برنامج. طب اقول لك على حاجه، لاول مره بقولها فعلا يعني لاول مره فعلا بقولها لا انا بحب التمثيل. عشان ما فيش شركات انتاج دلوقتي للغنى وبتاع. لا انا بعمل البوم. انت على فكره اخرب بيتك يا امير، اخرب بيتك يا امير. لا مش قصدي، يعني انا بقالي 4 سنين ما نزلتش البوم، متحمسه جدا وتعبت فيه جدا وعامله فيه 10 اغاني كل اغنيه. هو انت وتوما اصحاب صح؟ بحبه قوي. امال ليه رفض انه يعمل اغنيه بفلوس قليله؟ هو شغل شغل؟ مفيش صحابيه خالص؟ بس اكل العيش. الراجل عايز يتجوز بقى واتجوز هو ما شاء الله. ايوه يعني هيخسر حاجه لما نزل لصاحبته فلوس شويه؟ ما اعرفش، اكيد عنده وجهه نظر. عاتبتيه يعني زعلت منه؟ لا عمري ما ازعل منه، بالعكس ده انا باركت له على فرحه وكنت للاسف باركت له على فرحه. ما رحتيش؟ لا لان هو عزمني. ايوه في نفس يوم فرحه. ايه رايك؟ فما رحتيش عنده ولا ما لحقتيش بقى؟ لا كان عندي تصوير. عندي تصوير. كان عندي تصوير فقلت له يعني طب بدرها شويه كده يا توما. بس قال لي احنا يعني احنا فعلا علاقتي انا وتوما مش بس اخوات، اكتر كمان هو من الناس اللي الاغاني بتاعتها يعني عملت لي نقله. وهو قريب على قلبي جدا. وانت لو فاكر بقى يا امير ان انت عايز توقع. لا توما صاحبي اصلا بجد. لا والله قوي يعني انا عايز اقول لك ان هو بجد من الناس اللي توما جدع. انا عارف. لا انا بستغرب جدا بس. فوق ما انت متخيل. وعايز اقول لك ان انا بيوحشني مزجته طبعا، هو جامد. بس انا غصب عني يعني محكمه بشركه انتاج. في بادجت معين وبادجت معين. يعني هي مشاكل بين توما. يعني انا لو عملت مع توما الاغنيه ما اعملش الالبوم بقى. لا لو انت بتصرفي من جيبك توما ممكن ان هو ينزلك في الفلوس، لان هو عارف ان في شركه انتاج. يمكن يكون هي دي وجهه نظره. ويمكن هو عنده سعر يقول لك انا لو مثلا ماي في صاحبتي نزلت الماي كله بقى هيميل عليا. لو نزلت مثلا فاشتغل ببلاش. فدي وجهه نظر برضه. هو عنده حق. يعني انا ما زعلتش منه، قلت له انت عندك حق، لان انت لو فضلت الكل ما كلهم يعني كلنا اصدقائه. وكل الناس حبايبه وكل الناس قريبه. اشمعنى؟ لا كلهم هيقولوا اشمعنى طبعا. يعني انا اول واحده اقول اشمعنى؟ طيب اشمعنى انت عملت يعني اشمعنى يعني توما يعني اللي بتعمل معايا كده ليه؟ ليه انا بعدين؟ طب قول لي 5 اسامي او 6 7 يعني اقول لك شويه اسامي كده ولكل واحد قولي له رساله او كلمتين. ليلي بنتك ما تخافيش كده، انت دماغك اتخضيتي قوي. قلت مين دول مين دول؟ لا خالص خفيف. ليلي الحب كله يعني الدنيا، الدنيا هي بالنسبه لي الدنيا كل حاجه. مجدي الهواري ظلمني صراحه في المسلسل. ليه؟ عشان حاجات كتير قوي اتشالت، بس هو ما ظلمنيش بارادته. باراده مين؟ الوقت. الوقت. الوقت الوقت كان لازم ملحقش يصور لك يعني يصور كل المشاهد. انت بس ولا كذا حد في المسلسل؟ يمكن انا عشان مشاهدي كانت في الاخر خالص. كانت في الاخر المسلسل ولا يعني كان كجدول؟ كجدول كان في حاجات كتير قوي مزنوق فيها بصراحه. حكم الوقت. بس انا مش قصد او عشان لا 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 لا, لا, لا خالص. انا عايز اقول لك منهم المخرجين اللي اتمنى ان انا اكرر تجربه التمثيل معاهم. لكن انا شايفه ان انا يعني الدور اتظلم، الدور نفسه اتظلم. عشان في حاجات كتير قوي بقت يعني مش موجوده، فما بقيت تايهه شويه. ممكن تشتغلي معاه تاني لو عرض عليك؟ طبعا يعني. لان هو ده ما كانش بيرب. هو اللي قصده. جدول دمرك. الجدول دمرك. جدول كان ضدي. الناس اللي كسرت لك عربيتك؟
مش مسامحاهم. مش ايه اللي حصل لك؟ سرقة العربية ليه؟ مش قصة العربية. ما تعرفيش مين؟ لا بس مش مسامحاهم ليوم القيامة عشان كانت بنتي معايا. اه معقول؟ اه بتلموا عليكي وانت ماشيه وانا وهم بيكسروا العربية. ده في مظاهره يعني ولا؟ اه ماشيين في مظاهره وكان في ناس عاملين مظاهره والناس دي احنا قلنا لهم احنا مش عايزين نقف في المظاهره ومش عارفه هم مين يعني لغايه وقتنا ده انا مش عارفه هم مين. كانت منطقه ايه؟ كنا رايحين 6 اكتوبر على الدائري. على الدائري؟ فجاه في مظاهره. وكانوا عارفين ان انت مي سليم ولا ما كانتش؟ لا مش كانوش واخدين بالهم. قالوا لنا اقفوا فاحنا قلنا لهم عايزين نعدي مش عايزين نقف. الاخوان يعني؟ الله اعلم مش عارفة. واحنا ماشيين فيا جماعة أنا مفيش ملحق يعني لسه احنا عايزين نمشي دي ما اتقالتش. لقيت العربية كلها بتتدشدش علينا ولا مش يعني ما بقاش فيه جملة أقولها غير إنه أنا معايا بنتي أنا معايا بنتي أنا معايا بنتي. وفجأة لقيت طوب بيتحدف على بنتي وطوب وسكاكين واسلحه بتطلع وحاجات. طبعا انا مش عارفه انا خرجت منها الغاز ما دوستيش بنزين ورحت دايسه عليه؟ لا انا كان معايا السواق فقلت له لو سمحت دوس بنزين دوس 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 دوس. هو خايف يدوس على الناس وهو اوريدي الناس بتحدف علينا. وكان في عربيات تانية حواليكوا ولا كان في عربيات ورانا؟ الله اعلم. كنت اول واحده؟ كنت اول واحده. ما شاء الله حظك حلو. لا حظي حلو انا خرجت منها بجد. أنا لما خرجت قلت طب احنا خرجنا ازاي؟ خرجنا ازاي والناس دي كلها كانت حوالينا؟ ربنا ستر يمكن عشان ليلي يمكن هي البركة يعني. علي رفاعي أبو بنتي. في رسالة ولا مش؟ لا ما عنديش. ما عندكيش حاجة؟ ملكة الأردن. ملكة. ملكة. كل الناس بتقول عليها إن هي خيرة جدا 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 بتحب الناس طبعا وبتلبس كويس بتلبس حلو بتحب الموضة ومن الناس اللي تحس ان هي قريبة على قلبك مش من الناس اللي تحس بعيدة عليك. حد احنا بنفتخر بيه بنشوف وجهها بنبتسم لما نشوفها من كتر ما بنحس ان هي متصالحة معانا متصالحة مع الشعب الأردني. لو جت في يوم قالت لك أنا عايزاك تعملي دور ملكة الأردن تخافي تعملي كده؟ إيه؟ لا بالعكس هكون مبسوطة. هكون مبسوطة جدا بس هكون خايفة جدا. يعني بس تخافي؟ طبعا. مسؤولية؟ مسؤولية. يعني لو اتعرض عليك تعملي دور ملكة الأردن هتعمليه ولا لا؟ يعني هو ده سؤال يعني ما اكيد حاجه. ايوه بس في ناس كتير طبعا بخاف. ايوه اخاف طبعا بس انت بتقولي لو هي جت بنفسها من شويه بتحلمي بهيام مش حال بقى دي يعني ما انا بقول لك لو هي بنفسها يعني ملكه الاردن جت قالت لي عايزك تعملي الشخصيه اكيد هيبقى ده فخر ليا وهقعد لو قعدت اتكلمت من هنا للسنه الجايه ما فيش كلام هقوله بس اكيد مسؤوليه واكيد خوف واكيد رعب واكيد هبقى قاعده بذاكر 24 ساعه واكيد اكيد حاجات كتير قوي وبرده مش هعرف اقرب لها. لكن تبقى فرحانه وانت بتعمليه اكيد. طب لو اتعرض عليكي تعملي سوزان مبارك برده مسؤوليه هتعمليه ولا مش هتعمليه ولا تخافي من الناس؟ بصي لي هنا ثانيه بفكر بعيد بس انت بفكر كده. لا طبعا عايزه اقول لك ايه تعالي نغني عايز اسمع منك اغنيه سيبك من الالبوم عشان محسن جبل ما يزعلش مننا. طب يا راجل انت ده ايه اللي انت عامله ده مش عيب عليك في السن ده يطلع منك كل ده كلمني فهمني كلم فهمني كلمني كلم كلم. نورتي ميرسي.
الصلاة يا مسلمين الصلاة الصلاة يا موحدين الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، نحتفل اليوم بالذكرى المئوية لميلاد رجل من أشجع وأخلص أبناء مصر، رجل تجسدت فيه حكمة شعب مصر العريق، امتلك شجاعة القرار ورؤية المستقبل، فاستحق تقديرا خالدا من شعبه ووطنه، بل ومن جميع شعوب العالم. هو الزعيم الراحل محمد أنور السادات، البطل المصري الذي تظل سيرته ملهمة لنا وللأجيال القادمة من بعدنا. لقد اتخذ السادات قرار حرب أكتوبر المجيدة في ظل ظروف صعبة وتحت ضغوط هائلة لم تفقده تماسكه الذهني والعصبي، فأجاد التخطيط والإعداد والترتيب سياسيا من خلال عبقرية واضحة مشهود لها، وعسكريا من خلال كفاءة وقدرة قواتنا المسلحة العظيمة. فكان الانتصار الذي أعاد لمصر وللأمة العربية بأسرها الكرامة والشرف، وأكد مدى قوة وصلابة هذا الشعب العظيم. ولأن الحرب لم تكن أبدا هدفا في حد ذاته، ولأن شعب مصر صاحب الحضارة الأعرق في التاريخ، يعرف معنى السلام والأمان ويقدرهما، فقد مهدت حرب أكتوبر الطريق أمام السادات ليقوم بواحدة من أعظم وأشجع مبادرات العصر الحديث، ويتجه نحو السلام ليضع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة والعالم أمام مسؤولياتها التاريخية. ويظل أنور السادات خالدا في وجدان شعبه وشعوب العالم، وكما نال في حياته جائزة نوبل للسلام، لا يزال ينال التكريم والتقدير على أرفع المستويات حتى يومنا هذا. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن رسالة السادات لكم كانت واضحة، كتبها بدمائه التي روت تراب مصر المقدس، وجوهرها أن مصر تعلو ولا يعلى عليها، لا تقبل الظلم ولا المهانة، لا تستسلم لاحتلال أو طغيان، وأنها تطلب السلام العادل الذي تحميه القوة القادرة، فتسير وسط أمم العالم مرفوعة الرأس عالية الراية، تنشد التنمية والرخاء لشعبها ولمنطقتها وللإنسانية كلها. رحم الله الرئيس السادات زعيما خالدا تفانى حتى آخر قطرة من دمائه في سبيل وطنه، وتحية تقدير واحترام نتوجه بها اليوم لاسمه ولأسرته، مجددين العهد بأن تظل مصر ومصالحها العليا نصب أعيننا، لا نحيد عنها ولا نرضى بغيرها بديلا. حفظ الله مصر وشعبها، ووفقنا وسدد خطانا على طريق الخير والسلام. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاشت مصر آمنة. كبير بص، انا قلت لك انه ظروف خاصه، والله مش بايدي، موبايلي ضاع. اول ما لقيته قطع شحن، بحط شحن قطع، الباب قفل ايدي قطع. سام ار يو اوكي؟ اشرف انت اكيد اكبر مخ فيهم هتفهمني. انا كنت في هو محدش بيشوفني ليه؟ هو انا بقيت جوست؟ هدية انت شايفاني؟ ايوه يا سجون اسم الله عليه. يعني انا مش جوست؟ لا ما جوستش. ثانك جاد. طب قولي لي، يعني كل الرياكشن اللي عاملينه ده مش كتير قوي على اللي انا عملته؟ لا يا سجوني، الكبير متضايق من حاجه تاني. متضايق من ايه؟ هتعرف كد هتاره. كد هتاره؟ ده ينبوع؟ يعني نهر في صغير كده في الهند؟ قصدي هتعرف كمان شويه في اجتماع العيله اللي هيعمله الكبير. الكبير هيعمل اجتماع عيله؟ من امتى بيعمل الحاجات الاوفر دي؟ اصل اللي حصل يا سجوني ما يتسكتش عليه، لا يتقال ولا يتحكي. طب ما كفايه سسبنس، خش في الموضوع، ايه اللي حصل؟ قلت لك هتعرف قد هتارة. او ماي جاد. سام فيها حاجه صح؟ تعبانه؟ يا ريتها كانت تعبانه ولا عملت اللي عملته. هي عملت ايه؟ انا هقول لك. لا هتعرف قد هتارة. او ماي جاد، ما تخليش قطع شراييني بقى. ما قدرش اقول لك يا سجوني، اصل دي عرض ناس واحنا عندنا ولايه، واللي ما عندهوش وليه عنده رقبه طريه. احنا نرجع للامثال اللي ملهاش اي معنى؟ كلها رايمنج وبس؟ يعني ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده اساسا؟ طب ما انا اهو سنجل اهو، ما عنديش وليه ورقبتي مش طريه، يعني ايه المثل ده اساسا من اساسه؟ يا سجوني ده مثل مهم ومهم قوي. معناه ايه؟ هقول لك قدها طار. امشي من قدامي. انا ما هتضايقش، ما هتعصبش، ما هطرشكش. أنا بس اللي عاوز أعرفه، إيه اللي حصل في البورتو؟ معلش ثانية واحدة. يعني أنا هدية كانت قالت لي قبل ما أجي إن ده اجتماع عائلي، أوكي؟ ده بيعمل إيه هنا؟ ما هو ده سبب المصايب كلها. اللي هي إيه؟ ما تسيبونيش كده لخيالي، لأن ده بالنسبة لي كاركتر ويرد، يعني عادي جدا ممكن يكون خطف طفل حنطه ومخبيه. أنا هقول لك. بعد حركة الندالة اللي تدرس اللي انت عملتها، اللي هي قسما بالله لا حسبك عليها، بس بعدين هادي وقتها. بعد حركة الندالة دي رحنا كلاتنا النايت، الله يحرقه، واحنا هناك جالنا جالسون الله يحرقه، جابلنا صينية كده عليها ويلكم درينك وربراب درينك الله يحرقه برضك. من بعد ما شربناه ما فوقناش بنفسينا إلا تاني يوم، ولقيت الباشا لقيت الباشا عند الهانم في الاوضه. سام واي هم؟ ايش معنى؟ اونستلي يا جوني بجد مش فاكره. انا ما اتعصبش، ما اتنرفز، ما يطب ليش عرف يجيني نزيف داخلي يوقف كتفي. لا ولا كده، ايه لقي في الأوضة ورقة جوازهم. وات؟ اتجوزت عرفي؟ لا عرفي ايه؟ شرعي طبعا، على سنة الله ورسوله. سام
طب هاتي. بص يعني رغم اني مش بحبك لله في لله، بس يعني انا رايي المثل بتقولوه عندكم هنا، اللي يتجوز امي اقول له يا عمي مبروك يا عمي. ما بحبك مش السبب لبعض. انا ما هتعصبش، ما هتضايقش، ما هتخش حد عيانين ومثل بجثته. سؤال ورد غطا. لما روحت الاوضه بالليل عملت ايه؟ عملت ايه؟ انت بتزعل ايه يا حيوان؟ معلش اهدي يا غانم، انا مقدر الحاله اللي هو فيها. نعم يا كبير اومر، عايز تعرف ايه؟ لما روحت بالليل عملت ايه؟ نمنا. قول لي نمنا. اقصد يعني بنته كيف يعني؟ واحد على الكنبه، واحد ولا برلل ولا بربنتك كيف يعني؟ لا طبعا نمنا جنب بعض مش عرايس. انا ما اتعصبش، ما اطرشكش، ما اعضش حد في رقبته، اطلع بزمارة روحه. اعذروني يا جماعة، اعذروني، انا بشر برضك يعني، بسأل علشان اجمع معلومات يعني اللي بيها يكون العقاب من جنس العمل. هتعمل ايه يا كبير؟ وده مين ده اللي يعاقبني ان شاء الله؟ انت نسيت نفسك ولا ايه قليل الادب؟ اذا كنا بنقولك نسينا نتجوزنا ازاي؟ هنفتكر عملنا ايه في الاوضة؟ كلام ده زين يعني؟ مفيش نية؟ ما كانش في نية جواز؟ لا طبعا. يبقى باطل باطل، لان النية شرط اساسي. طلقها. ايه؟ مالكم؟ اتخضيتوا ليه؟ لا مش مسألة خض ولا حاجة، بس عادة سيرة الطلاق بتقفل الجو يعني. معلش. طب عندي فكرة، ما تدوا لبعض فرصة، مش يمكن؟ يمكن يعني خدها خرجها، اعملوا حاجات مجنونة، خدها أليكس اتفرجوا على الشمس وهي بتطلع، اعزمها على عشاء، امسكها رقصها. بس يهدي يا صيص، قسما بالله اقتلك. طلقها يا دكتور ربيع. انا ممكن اعمل ده في حاله واحده بس، تكون رغبه الهانم. لا جنتل جنتل يهدي. ايه قولك؟ ساكته وسكوت في كل الافلام والمسلسلات علامه الرضا، حفظناها. طلق. سلامت هانم، انت طالب. سمنت كده يا ربيع؟ تطلقني بالسرعة دي؟ سمنت أنا لا يمكن أفرض نفسي عليكي، حتى لو ده هيجرحني. بصراحة حسيت إن دي رغبتك، قريتها في عينيكي، قريت جملتين، في العين اليمين إنف، في العين الشمال ذات سئنف. لغتك الإنجليزية لازم تتحسن. عندك حق سمنتا، تعرف انك لو طلبت مني اي حاجة لازم انفذها لك. لو طلبتي ارمي نفسي في البحر ارمي نفسي في البحر، لو طلبتي ارمي نفسي في النهر رغم ان المية اتقل ارمي نفسي في النهر، لو طلبتي ارمي نفسي في النار بعد تفكير عميق ارمي نفسي في النار. ياه للدرجه دي؟
انت كل يوم بتكبر فين يا ربيع؟ سمنتا انت لسه بتسألي انت بالنسبة لي ايه؟ انا خلاص عريت نفسي قدامك تماما. ان شاء الله يا رب صوتي يروح. لو كنت فاكر اشجان انا عايز كونفليكت. اشجان ما ينفعش ننصب تاني اني مور. اشجان لا لا نصابة ولا اللي في ايدك يوم. خلاص يا بنت خش جوه. تعرفوا نصابين يا عم فايق؟ ابو الوجود مش موجود يا فندم ولا في موجود. بصي كده اشجان طلقني يا عزمي. حلوه الصيغه دي؟ نعم يا اختي. لا حلوه. حلوه ايه وزفت ايه؟ انتوا جايبيننا هنا عشان تستظرفوا على جثتي يا فيفي. لا لا يا سلام ننتحر. لا ده بيستهبلوا بجد. ده كمان هموت كفره. استغفر الله العظيم. انا بستهبلوا من الصبح. مفيش خدعه كده يا عزمي. عزمي واشجان يوميا السابعة مساء على النهار. هذا المسلسل برعاية ياللي هجرت الروح ومالكش قلبي يحن. قلبي انا مجروح بين الضلوع بيئن. لو جه حد دلوقتي قال لك مثلا نفسك في ايه يا منصر؟ تقول لي نفسك في ايه؟ ارحم الامي. انت جدعه ما تعيطيش. ارحم عذابي. واحد حسيت بضيقه وكنت بحبه. كانت بتحبه. للزمن دايما حالات ياما بيغير حاجات. حاله تلين قلبك حتى لو كان صخر. طول انا مراضيه بحكم ربنا طول ما هو معايا. ابعد حاجه كانت ممكن تيجي في ذهني ان في رفه للخير. ملناش مهنة الا هي يا استاذ. ظهر عيلي يا جدعان. انت لما تمشي في الشارع الناس بتنزعج. في ناس مخها مفتحه بيقول لك لا عادي. اتحدى اذكى انسان في العالم يعرف الطريقه اللي ربنا ماشي بيها الدنيا. خلف هذا الباب في برنس من المماليك. باب الخلق هي انت وانا والناس اللي في الشارع كلها. باب الخلق مع محمود سعد في آخر النهار من الجمعة إلى الأحد الثامنة مساء على النهار. هذا البرنامج برعاية المهمة. أجرى تحقيق استقصائي على الشاشات الفضائية. لو الدنيا كلها عدوينك انا لا. انت بتنام بالليل مرتاح ضميرك؟ يا عم اتصل. طب يا جماعه بدام انتوا خايفين بتعملوا ليه الغلط اصلا؟ المهم عارف مين اللي ما بيحبناش؟ الناس الشمال ده. يقتحم دوائر الفساد المجتمعية. اللي بيحصل ده مستحيل يتسكت عليه. ويكشف الستار عن خيوطها. المهمة. سبيلك الوحيد لمعرفة الحقيقة. أنا متأكدة إنك بتتفرج عليا. يرصد أبعاد أخطر الملفات التي تضر بسلامة المجتمع. ليه ليه ليه؟ تعالى بس تعالى تعالى تعالى. المهمة. دايرين؟ دي دايرة؟ دي دايرة؟ مرتان أسبوعيا من أجل متابعة أدق. أنت معايا؟ هاتي الراجل. صريح. خشي مين؟ خشي مين؟ انا بطلب منكم تركيز اعلى من اي مره معايا المره. المهمه مع منى عرائي الليله العاشره مساء على النهار. المهمه. هذا البرنامج برعايه
تتخطبوه؟ يعني ايه تتخطبوا؟ عادي، اي اتنين بيحبوا بعض بيتخطبوا. انا اعرف الناس تتخطب الاول بعدين تدخل، مش بعد ما تدخل تروح تتخطب. فيها ايه يعني يا كبير؟ الراجل غرضه شريف. يا ليه بنت صار منتي، هي نقصاكي ما فيش صالح بالموضوع. لا ليها صالح، قولي اهدي. انا بقول يعني ان الراجل نفذ لك كل طلباتك وطلق الحجة، ودلوقتي هو جاي من الباب عشان يخطبها، نقول له احنا لا وهي تروح تنحرف. اه ممكن ننحرف. يا ست انتي، هو انتي بتزهقيش من الجواز ولا ايه؟ دريني عارفك اديني كم سنة اتجوزت فيها ولا 9 مرات. عادي يا كبير، مش كله شرع ربنا. بس يا بكر انت معاها ولا معاي؟ معايا ولا معاك هتفرق ايه؟ هو انت فاكر ان انت لو مش عايزني اتجوز مش هتجوز؟ تبقى اتجننت. انا هعمل اللي انا عايزاه في الوقت اللي انا عايزاه وفي الحتة اللي انا عايزاها يا عديم التربية. اكده يا كبير، اكده تزعل امك، رضا الرب من رضا الأم. يلا يا كبير الوكل جاهز. بالهنا والشفة. الله يهنيك. ميرسي يا هدية. اهلك يا دكتور البهايم دي هنا. فوجئت يا اخويا. انت يا ولد ما تشتمش روبي، روبي ده ضيفي انا. روبي؟ انت عارفين ده بقى روبي؟ انت مبسوط يا انك بقيت روبي؟ اسمعوني زين، البيت ده له حرمته ومش اي حد هاجي هنا من غير ما ياخد اذن الكبير. ليه؟ لا انا هاخد منك اذن ولا ايه؟ استغفر الله العظيم. اتفضل يا دكتور. بسم الله. متشكر. انا مش عاوزكم تتعبوا نفسكم في حاجه، مش عارف انتوا عاملين تكليف ليه، انا تقريبا اتبقيت من العيله يا جماعه. اسمع يا دكتور البهايم انت، اطلع انت ساكت، انا جاي باخري. بقولك ايه، يا تكلم روبي باحترام يا اما انت عارف هتروح على فين. لمؤاخذه يا روبي، لمؤاخذه يا روبي، ماشي. ممكن حضرتك تتطفح تتسمم بطريقة هادية شوي. ما شاء الله واضح انك شديدة معاه قوي. سيبك منه ودوق يلا وقولي رأيك ايه. الوكل زين قوي، الحجة سمنتها هي اللي طابخة بيدها. مش ممكن، انت كمان بتعرفي تطبخي؟ الله الله، حقيقي يا جماعة الرز تحفة تحفة. لا ودوق الملوخية، أنا كمان اللي عاملاها وعملت حتى الرشة بتاعتها. الطشة يا حمادي. أيوة أيوة الطشة، أنا عملت الطشة وعملت. الله، أحلى سمعتها في حياتي. إنت منافق يعني، منافق وأوفر أوفر. ممكن اعمل اي حاجة عشان خاطر اخويا الله يرحمه. ده سرقني يا سرقني ودبسني. عايزني ابقى كبير ما اعرفش اي حاجة. جبرية لا بتحبك ولا طايقة العيشة معاك. اللي فات مات يا جبرية، اللي فات بيكبر ويفرق، لكن بيموت شبابه. جبرية عايزة تولع البيت نار. كلامك يبقى معايا انا وبس. الكلام خلص. أهل البلد بيكرهوني عشان أنا قوية، بيقولوا إن عيني يتدبي فيها رصاص. أنا قادر قادر، أنا عبرة زي أمك. بتعدوا على الواحد اللقمة؟ اشحال ما كنتش مرت ولدك كنت عملتي فيا إيه؟ إيه هتمدي إيدك ولا إيه؟ آه أمد إيد. أنا يا قاتل يا مقتول عليك يا فوزية. قادر أبكي يا أخويا. تعمل إيه؟ البت دي لازم تتطلق. هتطلق حلوة، وأنا والمصحف الشريف هطلقك. البيت الكبير من السبت إلى الخميس 6:00 مساء على النهار. هذا المسلسل برعاية. مع بداية كل يوم بتتولد حكاية جديدة.
بيعدي بتعرف معنى الحكاية. معاني كتير. حاجة شداني ليك يا رب مش عارف هي ايه. من هاللي بيفرحك؟ هو احنا هنتجوز؟ هنتجوز مش عارف. الحياة خير البر وعدوة. يلا ومن هاللي ممكن يجرح. عايزانا بقى نطلع كلنا على الاسم وتبقى فضيحة مش كده؟ والظروف تكسر وترجع تاني تكمل. اللي الدنيا مش عايزة تديهولي لازم اخطفه منه. تتحدى وتواجه عشان توصل لكل احلامك. مادام ابتديت كده يبقى هتكمل صح. ومهما حصل اوعى تيأس. هات الكلام. لانه لسه اللي جاي احلى. على نهار دراما. على نهار دراما. واحد من الناس يعود من جديد. دكتور عم دي البقالة بتاعتك. الله الله يبارك لك. ليقدم خدماته لجميع المشاهدين. 20 رحلة عمرة، 1000 جهاز عروسة، شقق. ننزل البضاعة بعد إذنكم. تمويل المشروعات الصغيرة وإجراء جميع أنواع العمليات بالمجان. واحد من الناس يدعوكم لتكونوا من فريق عمله. إذا كان لديك أي مبادرة للخير صورها وارسلها على صفحة البرنامج. هنذيع مبادرتك ونيجي لغاية عندك. واحد من الناس مع عمرو الليثي من السبت إلى الاثنين 10 مساء على النهار. هذا البرنامج برعاية هديه. اعملي لي واحد شاي. قول لي بسرعة قوام وحياتك حبيت. قول ايوه يا لأ. بيادة الحياة. انت فاكر نفسك حاجز السويت في المفنطيق؟ ايه يا كبير؟ الله، انت نسيت انك عازمني ولا ايه؟ وبعدين يا اخي انا مرضيتش اعمل زي المثل اللي بيقول الضيف المجنون ياكل ويقوم. ايه المثل ده؟ انت لسه مألفه دلوقت. مفيش مثل اسمه كده. وبعدين مفيش فيه سجع ولا تناصب. ايه مجنون ويقوم؟ ايه السجع فيه؟ قوم يلا فرقنا. طب والشاي؟ شاي ايه؟ بعد الاكل الشاي. الشاي معاه كيك، فايش، بيتي باي، شكلمات. لا 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 لا، الكلام ده هناك عندكم. هنا في الدوار مفيش كده. في وكل، بعديه نوم، بعديه تكويع، بعديه أحلام. الله، برافو عليك. أستأذنك في جلابية بس تكون إكس لارج، لأن يعني ماسي إكس لارج. لو أضيق من كده هتضايقني في النوم، وبعدين الحقيقة يعني ما ينفعش أنام باللبس ده وتتكرمش وكده يعني. ما تقوم يا تفرقنا عاد. يا كبير في ايه بس؟ انا سامعك وانت بتقول لمدام هديه الشاي ده تتصنت عليها. مش متصنف ولا حاجه، انت اللي كان صوتك عالي قوي اوفر. صحيح يا كبير، فين الريموت بتاع التلفزيون؟ انا دايخ عليه من الصبح. التنظيم مش عاجبني خالص، بس هي مساله وقت. انا لما اجي كل ده يتغير، والريسيفر، ويمكن نشيل شويه كنب من هنا. مش مرتاح انا للموضوع ده بصراحه يعني. فين الريسيفر؟ شايله فين؟ ده قديم قوي، المفروض هنا يبقى البوك. لكن وليكن. طيب استاذن انا عشان الحق الشاي في العياده. اوكي. بالمره بقول لسمعت هاني الماما ماما ماما اقول لها ان انا مشيت عندي شغل كده. ماشي عزك. تعالي حماتي. هو قاعد رايق ها. اتكلي على الله اولا وبعدين علي. مش واثقة قوي اهدية بس ماشي. لا اله الا الله.
نعم نعم الله عليك يا اخوي. شوف يا كبير، الحجة سمنتها كانت عاوزة تعمل حاجة، وانا قلت لها ما ينفعش تعمليها من غير علم الكبير. جيبها جمايل، جيبها جمايل، وعد للمايل يا سابل الستر. تفضلي. الولاد كانوا عاوزين يخرجوا مع بعضهم ساعتين بكرة كده في البلد. عترة وتوني؟ عادي يعني، جدتهم من حقها تخرج معاهم عادي. لا ما قصديش يا كبير، أنا قصدي العرسان الحجة سمنتها والدكتور ربيع. استغفر الله العظيم يا رب. تصدق بتؤمن بالله؟ لا إله إلا الله. هل فضلي تكة وطب أمد لك؟ بسم الله عليك يا كبير، البنت يعني كانت عايزة تتعرف على الولد عشان تعرف طباعه قبل ما ترتبط بيه، أما يعني تتجوز وتطلق كيف ما حصل قبل كده؟ ما تحرميش على طلاقك يا هدية. أنا مال أنا؟ تحرميش على طلاقك عادي. وبعدين يعني هم هيعملوا حاجة غلط. هو فيه غلط أكثر من اللي عملوه في السخنة؟ يا كبير. ما فيش كبير. جزر وقطرها جحش. ما تخرجيش معاه هنا. كفاية فضايح عاد. فضايح يا قليل الأدب، هو أنا بقيت فضيحة؟ شفتي هدية؟ شفتي؟ قلت لك ما نقولوش قليل الرباية ده حاجة خالص. ولعلمك بقى انا هعمل اللي انا عايزاه وهخرج مع روبي واتفسح ومش هاخد منك اذن. دي ما بقتش عيشة دي. ايه يا كبير، انا بقيت مقفلك ده، ما تخليك اوبن مايندد. كلمة تانية وهوبن مايندك بالنبوت. مفيش حاجة ناكلها هنا يا جدعان. مش بتعرف تفكر وانت جعان؟ شوية شاي نسيح بيهم ولا لو بنتقوب بيها. بتاكلي كتير وخايفة تتخنق. بموت في البني ده بس بيتخن. بتعرفي تطبخي؟ ما تقصي الورقة نصين. قصتها. بتحب أكل البيت ولا أكل الشارع؟ طب نجيب أكل سبايسي ولا عادي؟ أسئلة كتير. مطبخ نايم أوي. بس دلوقتي على النار. وعشان الصورة تكمل، هنعمل محشي كوسة، هنعمل محشي فلفل، أكلات شرقية وغربية. الله، كل ما بحرق عينيك أكلة واتحزنت عليه. عايزين نعمل كمان طاجن المسقعة لأول الشهر وآخره. أنا اللي دفع حق الفول والطعمية اللي عندي. وصفات صحية. شغل الدورة بالفراخ جديدة. هو بتاعي دي. وعلى قد الجيب. تكلفتها مش غالية. علشان نرضي كل الأذواق. طاجن لسان عصفور القوانص. أنا على الغدا هقول لهم الموضوع ده. كل الأكلات. ماشي 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 ماشي. كل الوصفات لكل العيلة. كله بقى. على النهار. مساء الفل والورد، حلقة جديدة من آخر النهار على شبكة تلفزيون النهار. هذا برنامج داعم للدولة المصرية بنسبة 100%. الآن لا يملك العالم إلا أنه يقف احتراما للتجربة المصرية في مكافحة الإرهاب. لما وزراء دفاع تبقى حريصة على التواجد والمشاركة في افتتاح معرض إيدكس اللي بتقيمه مصر المرة الأولى، يبقى أكيد في معنى مختلف. مفيش أحسن من عودة الحق لأصحاب. القانون ليس ضد أحد، هو ضد المخالف. ماذا سيحدث في أسعار السيارات؟ سوق السيارات المصري أقل ربحيات موجودة في العالم. كلنا عناصر بنحط إيدينا في إيدين بعض عشان ننهض مع بعض. من يراقب الفقرات الفنية في الأفراح الشعبية؟ لسه زي ما أنت ما تغيرت. وأنتوا ما دريتوش ماتشات محمد صلاح في الدوري الإنجليزي تحولت إلى مناسبات قومية لدى المصريين. كل مباراة كرة قدم قصة. الكاميرا في المدرجات المصرية ما بتقعش بشكل عشوائي على الجمهور. ولسه اللي جاي أحلى. آخر النهار مع تامر أمين، الليلة 8 مساء على النهار. هذا البرنامج برعاية السلعة أو الخدمة، ده شيء صعب.
زمان قالوا معاك قرش تسوى قرش، دلوقتي بيقولوا الجنيه راجل. دي رحلته تبدأ من الشاري وما تنتهي.